كلنا يعني متصورين ان سبب النكد هو المرض، لكن هنبين بيولوجيا وسيكولوجيا ان يعني الراجل هو السبب. القصه بتقول ايه؟ هو راح لمراته قال لها بقول لك ايه؟ هو ضرب ضرب مفيش قيمه، كباري كباري مفيش يوتيرن، هات هات مفيش، خد قلت له خد معاك الزباله وانت نازل، خد معاك الابوه ملاها، خد معاك الباكور عمره، خد نفسك وانت ماشي، خد الباب وراك، يعني خد كتير بس ما تاخدش في الموضوع ده. فحست في صوته نبض التمرد، قلت له بقول لك ايه؟ انا شايفاك ان اليومين دول نركز على المسلسلات النكديه، شايفني مقصره في حقك؟ الله طب يا ريت يا ريت تجي النكد يومين ثلاثه، قلت له بس كده هيتراكم عليك. ما راح سال واحد صاحبه قال له هي مراتك من نوع نكدي؟ قال له في نوع ثاني؟ رجع لها قال له بقول لك ايه؟ طالما كلنا هذا الرجل وهنرزق ببعضنا دنيا واخره بس ربنا هيعيد الصياغه بفضله ورحمته، فمش كل يوم هنخلي يوم نكد يوم لا، يوم ضرب يوم شتيمه يوم كباري يوم يوتر يوم حلو يوم مر. فدخل عارف انه ما فيهوش نكد، ماسك دفعه تقول له بكره النكد ايه؟ هو بكره. المهم ثبت يا باشا بقى ان علميا وبيولوجيا ان سبب النكد هو الراجل وليس المرض. ليه؟ الراجل بطبيعته كائن رفض، عليه قوقعه بيمشي 3 متر في 10 ايام، ما يعرفش يعمل كذا حاجه في نفس التوقيت، يا القران يا الجورنال. انما الست سمعت ست ليه؟ ليه؟ لما اتعمل ست جهات يمين وشمال قدام ورا فوق وتحت، ظهره متفتحه حله بريسته تمام؟ فبتتعمل في جسد يعني بتعمل كذا حاجه في نفس التوقيت، وده دليل فعلا قدامي. والدليل بقى الاكثر ان الراجل بيدي المراه النطفه ترجع له جنين، بص بتضخم الحاجه، يديها المهر تجهز الشقه، يخش بالخضار تطبخ الطبيخ، يخش بالنكد تضربه في سته والله ضاعت بمن يشاء.